بعد الانطلاقة الرسمية للقافلة الطبية التي سيرتها مؤسسة القلب الكبير إلى مدينة أبشة يوم أمس، بدأت اليوم عملية الكشف والعمليات الجراحية. مراسلنا إلى هناك الحبيب حامد محمد. بعد 24 ساعة من الانطلاقة الرسمية للقافلة الطبية المصرية الأزهرية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في مدينة أبشة، تم تسجيل أكثر من 6000 مريضا يعانون أمراضا مختلفة: العيون، الأعصاب الجلدية الحساسية والأورام، والمسالك البولية والأسنان، وهنالك عمليات جراحية معقدة. التعبئة كانت قوية من قبل مؤسسة القلب الكبير. الحضور الشعبي كان مكثف، مما دعم ممثلة القلب الكبير فرع أبشة السيدة شمس الهدى أبكر كدادي تنتهز الفرصة لتقدم نداء للمرضى بالتزام الهدوء والتنظيم، وأن المدة كافية لتفي بالغرض. من أمس الأطباء بدوا يهدي، اليوم يمكن تقريبا أن نقول قدموا يعني خدمة كثيرة مرة، دونك الناس خليه ما تتبهدل في الأيام اللي فضلت دي، شيء بيفدل ولا بيقصر كيف ما في، لكن بس انا نطلب الهدوء من الاهل، وخاصه نقبل بتان نقول الشيء ده مخصص للضعفاء. 30 عملية جراحية في العيون، وأكثر من 20 عملية جراحية في الأسنان، و18 عملية في الحنجرة والأنف والقدد الدرقية، وثلاث عمليات جراحية في المعدة، وعمليات جراحية أخرى طفيفة كانت حصيلة 24 ساعة. هذا ما أكده الدكتور سامح عبد الله المتخصص في الباطنية وجراحة المسالك البولية. بالأمس عملنا 18 عملية مية بيضاء، واليوم عندنا أكثر من 30 عملية جراحية ما بين غدة درقية جويتر، وما بين فتوآت، وما بين التهابات في الغدة النكفية، وأكياس دهنية، وعمليات كبرى وعمليات صغرى متوسطة، وربنا ييسر الأمر إن شاء الله. رغم أن القافلة تسير بشكل سليم، إلا أن مندوبية الصحة في إقليم والداي وبالتحديد مدينة أبشة تؤكد لمواطنيها بأن مؤسسة القلب الكبير أخذت كل التدابير اللازمة لتفادي كل الصعوبات. مندوب الصحة العامة إسماعيل بحر بشير: سيد ناس كثيرين، لكن منهم ما مرضانين ذاته، بس يعني قافلة جاء من بعيد وجو دهل ده يعني يكون سري، لأنه قافلة هو شغل سري، يعني شغل معين، اي تخصص زي شغل معين ما بفتشوا كثير، شغل اللي هم بفتشوا كان ما عندنا توالي يطلع، دونك في ساعه يمكن 10 20 30 يمكن يعني قدر للوقت الزمن المحدد يمكن نلحقه ان شاء الله يرحمه. اما المستفيدين والمرضى من ذوي الاحتياجات الضعيفه قدموا شكرهم وامتنانهم لمؤسسه القلب الكبير ولسيده تشاد الاولى هند ديبي اتنو مؤسسه القلب الكبير. الحمد لله لقيت التذكرة وقاعد منتظر هسه، قدم لها يعني الشكر الجزيل يعني، وبالموجز الأشياء اللي خدمتها لنا، وقدمت أشياء كثيرة للمعوقين، وحتى نحن كذلك هسه المرضى كلها هسه كده يعني قدمت لنا هذا. نعاني بوجع كلى، لكل أهالينا هسه نظامهم ده كويس، وهسه حاليا مواصلين مشينا شلنا كرنيه منه، هسه جينا قاعدين ننتظروا في المعجوات الصوتية. انا دخلت التالي حاول كي ما لقيت دمي، وقف حراره بقيت لي شديده، اصلا دخلت التالي خلاص يشوفوا الشيء اللي في بطوني ده. الهند ده نشكرها الشغل اللي بقي في جسمي حلو لي ده، نشكرها ان شاء الله. انا ده مريض ده شغل اخر ما هديت يا عندي في جسمي هديت يا عندي في زور يسل لي الهند الدبي، الله يفتح الدنيا اخرى، الله يطول عمره، الله يميز في حاله المراد ماشي، الله يدفع فوق ان شاء الله. إن القافلة الطبية المصرية الأزهرية والتي أرسلتها مؤسسة القلب الكبير إلى مدينة أبشة حاضرة إقليم والداي، بالتأكيد ستخفف من معاناة سكان مدينة أبشة وضواحيها، وستحل مشاكل صحية كبيرة. وسكان مدينة أبشة يطلبون من مؤسسة القلب الكبير إرسال مزيدا من القوافل الطبية وإطالة مدتها. بهذا نصل وإياكم السيدات والسادة إلى نهاية النشرة قدمناها من الفضائية التشادية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن ألقاكم تقبلوا تحياتي والفريق العامل، طابت أوقاتكم، تصبحون على ألف خير.